حالات سرقة ترصدها كاميرات المراقبة لبعض سائقي التوك توك وهم يقومون بسرقة أغطية مجاري تصريف المياه، وبعضها سرقت أغراض تابعة لمحلات تجارية وأشياء أخرى. هذه الحادثة وقعت في منطقة الغزالية في بغداد، حيث قام صاحب دراجة توك توك بسرقة غطاء المجاري. الآن إلى شباب ومتطوعين من أهالي العظمية ينظمون حملة لمكافحة السرقة، ولأن المنطقة منزوعة السلاح من الأهالي قرر الشباب تسمية حملتهم حفاي نحمي المنطقة، أي نحمي منطقتنا ولو كنا حفاة. في الفيديو وبحسب نشطاء تداولوه قالوا إن فيه شبابا من أهل العظمية أمسكوا صاحب توك توك وقد سرق ثلاجة من أمام محل تجاري. عيني هذا البراد وهاي الدوارة، بدينا الحمد لله حملة حفاي نحرس المنطقة. لا ماري شكله، ماري شكله وراء زواج وهاي خطية ماري. حتى خاب على ضربنا باع عليه بس يطلع صوتي. ضربناك؟ ما طلع. باع قلوبنا شو طيبة بعد ما اريد أي واحد ما اريد بوسة هسه. يلا هاي بوسة. بعد أي واحد توصل جماعتك كليتهم. باوع توصل جماعتك. أي واحد بعد ما يفوت. توكل بالله. باي رجعت لأهلها. لا حد يقول ذابيه بالزبيل ما ذابيه هذا الموتور، ولا حد يصير شريف ويحكي حكي زايد. هاي المحل معزل، بس شوفون المحل معزل.